ده سوكا طاعون. سوكا بالهنا والشفا. ثانيه بس هشوف مين اللي بيخبط. بنتك ضربة. يو انا جيت ناحيتك دلوقتي. ايوه بقول ايه؟ انا قصدك في ختم. انت بتكلميني انا؟ امال سندس؟ ما كنت عبابية. سبتيني يا اختي خايفة وجعانة. تعالي تعالي انا بخلت. استني دلوقتي. خير؟ عايزاك تكلمي لي الضابط بتاعك. الضابط بتاعي؟ ليه؟ هي ما جاله استدعى من النيابة وعايزين نعرف الاستدعاء ده ليه. انا اللي هكلم الضابط هنا واقول له ياخدك ويحطك في السجن علشان انت سبتيني انا وقراك. معلش يا خالتي حقك على دماغي. حقك على دماغ امي الله يرحمها. بس والنبي والنبي سيبيني اشوف النصيب اللي انا فيه. ما بكلموش. نعم يا اختي انت هتعمليهم عليا ولا ايه؟ جالي من يومين المحل وقلت له ما تكلمنيش تاني ومشي زعلان. طب معلش يا جول تعالي على نفسك عشان خاطر الوالد. لا ينتصف فيها حكم غيابي وينحبس. ماليش دعوه خدي نمرته وكلميه انت. ما ينفعش انا اللي اكلمه. مش هيعمل حاجه. انت اللي لازم تكلميه وتدلعي عليه عشان يعمل لنا المصلحه. بعد كده ان شاء الله تقولها في بعض. تدلعي تدلعي. بقول لك ماليش دعوه مش هكلمه. هو ايه اللي مش هتكلميه ده؟ ليه ان شاء الله؟ كل ده عشان كرامتك يعني؟ لو انت مش حاسه احنا عاملين عشانك ايه؟ ده احنا ملبسين نفسنا قضيه عشان متسطرين عليك وكدبانين على الحاره كلها ومقسماني في اكلي وشربي ونومي وحمامي وشايلة همك للنهار كأنه همي. يا شيخة ده حتى لما نزلت الصبح وغبتي قلبي وجعني عليكي كأنك أختي ولا بنتي. كل ده مفيش تقدير؟ وانتي ايه؟ كأن الناس دي كلها بتشتغل عندك ما بتحسيش بيهم؟ يا شيخة ايش حال ما كنتش جايالك يعني وبقولك ده أنا قصدكي في خدمة؟ ده بدل ما تقوليلي تأموري ولا من عناية الاتنين زي الناس الجدعان تقولي لا طبعا. صحيح اللي بيقني كلب بيطمر فيه واللي بيقني إنسان بيعضه. كلب؟ ماشي يا كوريا انا كنت هكلمهولك بس دلوقتي عمري ما هكلمه. ايه رايك؟ الله يسامح انا اكيد ما اقصدش يعني. طب حتى قولي مساء الخير ولا انا خلاص بقيت عدوتك؟ مساء الخير يا رجاء. استنى هنا رايح فين؟ ممكن تقولي انت بتعاملني كده ليه؟ جرى يا رجاء؟ هو انت عايزه تتخانقي وخلاص ولا ايه؟ ده انت مش بقيت سلبي وبس ومالكش دعوه بكل اللي حواليك. لا ده انت كمان بقيت مؤذي وبتاذي كل اللي حواليك. ابو طالب بيه كان هنا وقال لي ان ابو نجوان راح له البيت وهدده وانت لازم تظهر عشان تخلصهم اللي هما فيه. وانا مال امي انا بالقضيه دي؟ انا سبت القضيه خلاص. يحلوها بقى زي ما هما عايزين. اوكي هما يحلوا القضيه بالطريقه اللي هما عايزينها. انا بقى بتعاملني كده ليه؟ انا اذيتك في ايه؟ افتكرت انا الاسطوانه ياها المشروخه دي. انا اللي ربيتك انا اللي علمتك بعد ما ابوك وامك ماتوا وانا اللي ضيعت عمري وشبابي عليك. ما كنت عشت شبابك رجاء وخلصتينا. على الاقل كنت بقيتي انسانه عاديه دلوقتي بدل ما انت عماله تقلدي العيال اللي عندها 15 و20 سنه في اللبس وفي الميك اب. بقيتي حاجه تكسف. الو الو مين معايا؟ ايه مش فاكر صوتي؟ لا معلش مش واخد بالي. عموما انت عندك حق تزعل مني. انا اسفه يعني عشان المره اللي اتعاملت معاك بطريقه سخيفه المره اللي فاتت بس معلش عشان كان عندي شويه مشاكل والناس اللي انت شفتهم خارجين من عندي كانوا يعني جايبين لي اخبار وحشه. وبعدين انت طول الوقت بتعاملني كده زي ما اكون متهمه عندك وبتحقق معايا فيعني الحاجات دي عصبتني شويه. ما تزعلش مني خالص. طبعا متهمه ايه؟ وبعدين انا مش زعلان خلاص. المهم انت تبقي كويسه. وبعدين يا ستي لو في عندك اي مشاكل ما تحكيها لي وانا هتلاقيني جنبك. متشكره. طب عشان ما اطولش عليك كان في قريبتي كوريا اللي انا عايشه عندها يعني اللي شقتها كان عليها مشاكل فاكرها؟ فاكرها طبعا الكوافيره. خطيبها بقى اسمه ابراهيم نوح السيد. كان جاله استدعى من النيابه وهو قلق قوي عايز يعرف يعني الاستدعى ده عشان ايه. فلو تقدر يعني تعرف لنا.
بسيطة خالص. أنا بكرة الصبح أول ما أوصل الاسم أشوف لك لو ليه أي محاضرة عندنا تحولت للنيابة ولا لأ، ولو فيه هعرف لك إيه السبب بالظبط. مش ده رقمك؟ آه رقمي رقمي. خلاص أنا هسجله وأكلمك بكرة أقول لك إيه الأخبار. بس بقول لك إيه، هتعامليني زي ما بتعامليني دلوقتي مش زي قبل كده. لا 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 أكيد أكيد زي دلوقتي. يلا باي باي. ما بتكلموهش جت نيل، احنا لو بنعرف نتساوي كده ما كانش ده بقى حل. بتقولي ايه؟ ها؟ بقول متشكرين يا جولي. العفو يا كوريا. الو؟ ايوه يا بابا ازيك؟ اهلا. ازيك يا ست نجوان؟ لفت الفلوس لوحدك وسايبانا حالنا متبهدل. ليه؟ هو في حاجة حصلت؟ في حاجة؟ في حاجات يا اختي. أمك جالها فشل كلوي وراقدة في المستشفى. يا نهار أبيض، فشل كلوي مرة واحدة؟ أمال مرتين؟ آه مرة واحدة. محتاجة غسيل كلوي 8 مرات في الشهر ب8000 جنيه، الجلسة الواحدة ب1000 جنيه. مش مهم الفلوس، أنا هبعت لك، بس المهم ماما تبقى كويسة. بلا 60 نيلة. أهي راقدت. مين بقى يا أختي اللي هيصرف على البيت إن شاء الله؟ ما قدامناش غيرك. ابعتينا كل شهر ال8000 بتوع الغسيل وفوقيهم كام ألف كده لمصاريف إخواتك، مصاريفهم بقت تقطم الوسط. طيب حاضر يا بابا، أنا هبعتلك على وستر يونيو زي المرة اللي فاتت. المهم خلي بالك من ماما. يلا باي دلوقتي. ها باي باي باي. جاتك نيلة في لغات أمك، ما تقولي مع السلامة. يا دي النكد اللي أنا فيه لسه هروح افتح. طيب طيب ايه ده جايبينها لي كده ليه؟ انا لا بعرف اكل ولا اشرب ولا طفح ولا عندي نص جنيه في البيت حتى. الله يكرمك يا ابو نجوان، انا مش طالبه يا اخويا غير اني اترمى على فرشتي، والدكتور قال ان انا هتحسن بعد الغسيل. انزلي يا اختي هاتي لك قرشين تغسلي بيهم. ايه ده انت بتكلمها كده ازاي؟ واحده عيانه قدامك يا اخي عندها فشل كلوي، قول لها ربنا يشفيكي ان شاء الله تقومي بالسلامه، مش عمال تسم بدلها كده بكلامك. جرايه يا اختي انت هتعملي لي فيها ابلفيطة وتوعظينا؟ ما تغوري في داهيه، واحد بيتكلم مع مراته. ايش حشرك انت؟ معلش يا بنتي امسحيها فيا، حقك علي حقك علي. ربنا يكون في عونك يا منجوان. السلام عليكم يا اخت جمالات. هلو اهلا وسهلا. مين الراجل ده؟ ده الشيخ ناصر يا سندس. انا بحب الشيوخ قوي قوي قوي، عارفه ليه؟ ليه؟ علشان بيودونا نحج ويعلمونا نقول ايه. انا هحج امتى بقى؟ ان شاء الله ربنا يكتبها لك يا ست سندس. بعد اذنك يا اختي، كنت حابب الفت نظرك لحاجه بسيطه كده. اتفضل. هذه المجسمات الموضوعه في فترينات العرض المسماه بالملكانات، الا ترين فيها فتنه؟ يعني ايه؟ هذه المجسمات أنا ترين فيها فتنة؟ فتنة؟ دي بلاستيك. أفهم هذا جيدا، ولكنها منحوتة بمهارة كأنها أنثى متفجرة الأنوثة ملفوفة القوام. وشباب منطقتنا من الفقراء، ممن يصعب عليهم توفير نفقات الزواج لمشاهدة النساء الحقيقيات، وأنا بعيني شاهدت كثير من أبنائنا سائق التكاتي وهم يهدؤون السرعة ليتأملوا هذه المجسمات والعياذ بالله. العياذ بالله؟ يعني هو أنا صحيح مش فاهمة ولا كلمة من اللي حضرتك بتقوله، بس واضح إنه كلام مهم. ولكنني وقفت أراقب المحل طويلا حتى وجدته خاليا وتجرأت وقلت أكلمك. لا أنا مش متضايقة خالص، بالعكس حضرتك يعني بتقوم بدورك شيخ في الأريا في المنطقة قصدي. والله خير القيام يا أختي جمالات، أقيم الشعائر وأقيم الصلاة وأم المصلين، كل هذا نظير 750 جنيه شهريا بكافة مشتملاتي. مشتملاتي ما شاء الله تبارك الله تبارك الله. بارك الله فيك. بعد إذنك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على مهلك وانت ماشي. الراجل ده عايز إيه؟ مش عرفني، بيقولي لازم ألبس المكنات. مكنات؟ لبس المكنات ويشتغلوا ازاي؟ هو أنا ناقصاك انت كمان؟ حرام عليك. خد يا حبيبتي.